متعة كرة القدم كاملة مثالية دائما في دوري أبطال أوروبا في حضرة الملك المصري. الجميع يهاجم والجميع يدافع في بطولة رائعة بنشوف فيها أفضل ما في كرة القدم. باريس تلاعب بالريال بفضل قدرات مبابي الخيالية، والسيتي بياكل الأخضر واليابس، وبايرن كان على وشك خسارة مفاجأة مش معتادة قدام ريد بول سالزبورج. وفي إيطاليا كان الملك المصري محمد صلاح كبير كعادته وسجل هدف رائع علشان يقود فريقه الفوز صعب جدا على الإنتر. استمتعنا بيومين حلوين في الكورة والعرض مستمر.